السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ هنتكلم النهاردة على جهاز الضغطات الصدرية، الجهاز اللي بيعمل الضغطات الصدرية ميكانيكيا. الجهاز ده ميزته ان انت لما تكون بتنقل شخص من مكان لمكان، يعني هتاخد الشخص ده من المنزل للمستشفى، هتاخد الشخص ده من مكان بعيد لحد سيارة الاسعاف او للمكان الطبي اللي انت رايحه. الجهاز ده ميزته انه بيفضل يعمل الضغطات الصدرية اثناء النقل والحركة بدون توقف، وده طبعا في صالح المريض. الجهاز زي ما احنا شايفين كده تم تركيبه من عند الرقبة، وهي بوردة بتنزل تتزحلق لحد صدر المريض، وبعد كده بيجي الجهاز يركب. الجهاز ليه مكانين في الجنب كده بيشبكوا فيه، يعني زي قفل بيثبت مع البوردة وبيبدأ يعمل الضغطات. هنا هو ثبته على الصدر وعمل اختبار هل هو في المكان الصحيح ولا لا، بعد كده بيروح موقف اهو، وهيظبط المكان تاني اهو ظبط، بعد كده يبدأ يعمل الضغطات الصدرية اهو كده. الجهاز في المكان الصحيح خلاص. اليدين دول طبعا المفروض ان هما بيركبوا في الدراعين اللي هما في الجهاز، بيتثبتوا بالحزامين ويبدأ يتم عملية النقل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش اشترك معايا في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك الجديد، ويا ريت تعمل لايك للفيديو.